بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والإعانة على كل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معاشر الإخوة الكرام المتابعين معنا في هذا اللقاء الذي هو أول لقاءات هذا البرنامج في ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية موفقة، بداية نافعة، وأن يتم علينا نعمه تبارك وتعالى، وأن يسر لنا أمرنا كله، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. معاشر الإخوة الكرام، هذا البرنامج برنامج يعنى ببيان ما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه، وسوف نتطرق من خلال حلقات هذا البرنامج إلى مجالات كثيرة جدا تتعلق بالذكر والدعاء، وسوف تكون البداية في بعض الحلقات الأولى لهذا البرنامج عن فضل الذكر وفوائده وثماره، ثم سندخل بعد ذلك إلى بيان ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرعه لعباده، وبيان تفاضل الأذكار وبيان أفضلها، وعرض ما يتيسر من أدلة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الباب العظيم. ثم كذلك معاشر الإخوة الكرام، سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى بيان وشرح وتوضيح للأذكار المشروعة المأثورة المبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ننطلق بعد ذلك للكلام على الدعاء وفضائله وشروطه وآدابه وبيان جوامع الدعاء إلى غير ذلك من المسائل العظيمة والأحكام المهمة المتعلقة بالدعاء. ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن عمل المسلم في يومه وليلته الموظف له في الشرع الحكيم، مما يشرع له أن يقوله في صباحه ومسائه وعند نومه وأدبار الصلوات وعند خروجه من منزله وعند دخوله إلى المنزل وعند تناوله الطعام وعند الركوب وغير ذلك من أحوال المسلم وتنقلاته. ثم بعد ذلك سننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى شرح جملة من الأدعية الجوامع المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنا لنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمر وأن يعيننا على تحقيق هذا المطلب العظيم تعلما وفهما وتطبيقا وعملا، وأن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، إن ذكر الله
تبارك وتعالى هو أجل الأعمال وأفضلها وأنبلها وأرفعها قدرا، بل ليس في الأعمال عمل يوازي أو يقارب ذكر الله تبارك وتعالى، فهو خير الأعمال وهو روحها وهو غايتها ومقصدها. والطاعات كلها إنما شرعت لنا وأمرنا بها لنحقق ذكر الله تبارك وتعالى. الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله، أقم الصلاة لذكري، والحج شرع لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الحج وقال عليه الصلاة والسلام إنما شرع الحج ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الصيام شرع لإقامة ذكر الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذكر الله عز وجل هو روح الأعمال وهو أساسها وهو مقصدها، والمسلم كلما عظم حظه من ذكر الله عز وجل وعظم نصيبه منه فإنه يعظم حظه ونصيبه من الخير وتعلو مكانته فيه ويزداد قدره بإذن الله تبارك وتعالى. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها حث على ذكر الله تبارك وتعالى، بل فيها أمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة، بأن نكثر من ذكر ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وتأمل رعاك الله هذه الآثار المباركة والثمار اليانعة والخيرات العميمة التي تنالها بذكرك لربك سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الثمار والآثار أن الله عز وجل يصلي عليك، هو الذي يصلي عليكم، يصلي عليك. وصلاة الله تبارك وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، يقول معاوية رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله تبارك وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. تأمل رعاك الله هذه الثمرة العظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى لمن يذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال: ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. مثل هذا الحديث تماما ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في بعض الروايات إطلاقها بدون تقييدها في بيت من بيوت الله، قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه كلها من ثمار الذكر وآثاره المباركة، فأنت إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله في من عنده. ومثل هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله قول الله عز وجل في القرآن الكريم: واذكروني أذكركم. ومثله أيضا ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن الله تبارك وتعالى يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وتأمل هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لك كلما كنت محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا شيء من آثار الذكر وفوائده وثماره التي أعدها الله تبارك وتعالى للذاكرين. وعندما يقف المسلم على هذه الآثار المباركة والثمار العظيمة فإنه ولا شك ولا ريب سوف يتحرك شأن الذكر في قلبه وتعلو مكانته في نفسه وتزداد محافظته عليه ورعايته له وعنايته به. وكلما عظم علم الإنسان بثمار ما هو متجه إليه من عمل ازداد عناية به وحرصا عليه ومحافظة عليه واهتماما به. والذكر فوائده لا حد لها ولا حصر لها، وكما قدمت سوف نقف بإذن الله تبارك وتعالى على جملة طيبة وجملة نافعة وطائفة مباركة من الفوائد العظيمة والآثار المباركة التي ينالها ويحظى بها الذاكرون لله تبارك وتعالى في دنياهم وأخراهم. ولعل من المناسب أن أشير هنا إلى كتاب عظيم الفائدة كبير الشأن والقدر ألفه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الوابل الصيب. وهذا الكتاب القيم أيها الأخ الكريم وأيها المتابع معي لهذا البرنامج، هذا الكتاب كتاب عظيم وكتاب مبارك. وابن القيم رحمه الله في طليعة هذا الكتاب وأوله أشار إلى أن الذكر له فوائد كثيرة جدا، بل قال رحمه الله للذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعدد من فوائد الذكر وثماره على الذاكرين وأهل الذكر في الدنيا والآخرة، أخذ يعدد ما يزيد على 70 فائدة لذكر الله تبارك وتعالى. ولعلك تقتني هذا الكتاب المبارك وتستفيد من العلم العظيم الذي احتوى عليه والخير العميم الذي اشتمل عليه، وينفعك الله تبارك وتعالى به. ولنا بإذن الله تبارك وتعالى مواصلة واستمرار في عرض لفوائد الأذكار وثماره على الذاكرين في الدنيا والآخرة من خلال الحلقات القادمة لهذا البرنامج، مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين منه العون والمد والتوفيق. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل ذكره وأهل خشيته، وأن يجعلنا أواهين ذاكرين منيبين، وأن يجعلنا ممن ذكرهم سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.